صراحة أنا ديما كان بغي نرجع شي حاجة قديمة، لأن أنا كان عاشق لباس ماما وجداتي وخالاتي، وحاولت ما أمكن كل مرة نرجع شي حاجة. ولكن منين درت تحجبت، فقلت علاش لي ما مبقاش نلبس حتى أنا جلابة ديال التام، فجاتني فكرة أنني نرجعها. وواحد الإحساس جميل أنني كنحس بحال جداتي والله. ولكن كيف ما شفتوا، حتى اللمسه ديالها كتكون فيها عصريه، فيقدر اي بنت تقدر تلبسها وغتعجبها وغتحس بالفرحه كيف ما حاسه بها انا. المعرض انا ديما كنسافط في ليفغازون، يعني كندير ارسال جميع المدن برا المغرب داخل المغرب. ومنين قرب العيد قالوا لي البنات ما يمكنش تحبسينا ليفغازون، حنا مازال ما باغيين نتقداو للعيد. كانوا كيتقداو لرمضان كل نهار، كيصيفطوا ليا فصافي. يعني دغيا جاتني الفكره الغد لي طبقتها، يعني ما عنديش داكشي. يعني حاولت يومين درت تنظيم قاديت كلشي، ودرت افتتاح يعني 4 ايام، والحمد لله كان نجاح زوين لهذا المعرض ديالي، اللهم لك الحمد. وحدي يعني ما عندي حتى شي حاجه، الا كانت المساعده ديال الفندق اللي انا فيه، حلوا لي الابواب ديالهم واستقبلوني وخلوني نفتح المعرض ديالي عندهم بصدر رحب. وصافي كنت بوحدي، ما كان معايا حتى شي واحد، يعني كان شاوروم ديالي بوحديتي. طبيعة الحال انا معاه، لانه انايا كنغير بزاف في القصه، وهذا شيء جميل انك تبدلي شويه من المعتاد اللي كيديروه كل شيء. فهادشي اللي كيميزني، انا كندير قصات مختلفه، قصه كتناسب القفطان المغربي يعني محترم، يعني كندير قصات زوينه. وبالعكس انا مع التغيير. قبل كنت كنشوف، قبل ما ندخل هذا المجال ديال الخياطه، كنت كندير غير تكاشط وهذا، فما كنتش كندير الجلابه المغربيه بزاف، كنت كنديرها قليله اولا خارج المغرب مطلوبه عندي. فمنين دخلت انا المجال ديال الفصاله والفصال الجلابه، ويعني خياطه وداكشي ديال، يعني خدمت اكثر من قبل، انا حاولت انني ندخل الالوان اللي ما كنشوفهاش في السوق. فكنمشي مثلا نبغي ناخذ شي حاجه اولا نشري جلابه، كنلقى شحال هادي، كنلقى بانه كتلقاي الوان عاديه، لون واحد، كاين اللي كيبغي هاد الالوان. ولكن انا بغيت نخرج على هاد اللوينات ديال نيود كحال غرينا، فحاولت ندير لي كولور، حاولت ندخل حتى في لي عقيق. الا شفتوا غتلقاوني كنزعم انا في لي كولور بزاف، يعني تقدري تقولي هاد الميلونج ديال لي كولور ما يمكنش، ولكن انا يمكن معايا، لانه كتقدري تدخلي اي لون في بعض الالوان، والحمد لله هادشي اللي خلاني متميزه. الصراحه انا مع معرض فانا ملهيه العواشر، خصوصا العام اللي فات كان بكيت فيها بزاف، وكانت عندي صعيبه بزاف، لانه الوالد ديالي توفى العام اللي فات في رمضان. وهذا العام بحال سبحان الله ربي دار لي هذا المعرض، جاني هكا باش نطلع، لانه كان دوز عندي واحد الازمه نفسيه خايبه، كان قاعد في المقبره ما كنخرجش من المهم. فمع رأي ديالي في العواشر، الحمد لله ايام مباركه زوينه، وهي اللي ربي كيستجب لينا فيها بزاف، وتقدر ليله القدر تغير فيها الاقدار ديالنا. والله يستجب لجميع الدعاء ديال المغاربه كاملين، والله يرحم الوالد ديالي في النار يا ربي، يرحمه ويغفر ليه ويوسع ليه داك القبر، ويرحم جميع المسلمين.